يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نأسف عدم الإزعاج. اليوم في إزعاج وايد صراحة، أكثر من الحلقة اللي طافت. الحلقة اللي طافت شوية كان إزعاجنا كان مشترك أنا وفاطمة عبد الرحيم، بس أتمنى أن إحنا قدمنا حلقة موفقة، أن فاطمة تكلمت بصراحة كانت في منتهى الشفافية. في ناس ممكن تحكت في عن بعض الشغلات، ان انا لما ذكرت ان هي من المذهب السني، لان في ناس تعتقد ان فاطمه عبد الرحيم من مذهب الجعفري والشيعي، لكن جميع احنا قاعد نوضح شغلات، لكن اكيد نحترم جميع المذاهب وجميع فئات المجتمع اكيد. قبل ما ابتدي في حلقتي ومواضيع حلقتي اللي وايد ان شاء الله، يعني ما اعتقد ان الساعتين راح تكفي، لكن انا اعتقد ان اللي راح يزيد راح ناجله للحلقه الجايه، والحلقه الجايه انا هم راح يكون عندي مواضيع ما راح يكون معي ضيف. فيلا الحين تاجل اليوم، راح تشوفونا الاسبوع الجاي، ما في شيء يروح ما دام العمر موجود. احب اشكر صالون ارت ستايل على الميك اب اليوم والشعر. خلنا نتحكي شوية عن مهرجان دبي. طبعا مهرجان دبي السينمائي بلش طبعا هني، وبلشت مع إطلالات الفنانات اللي تم دعوتهم إلى هذا المهرجان، منهم من عرب وخليجيين وخليجيات. بس احنا خلونا نتكلم عن الممثلات. طبعا أنا يعني يا ريت نبدأ بأن تنحط الطلات أول، بس عشان بعلق على صورة صورة. طبعا انا اللي اكثر وحده يعني انا الصوره هذه استغربتها صراحه، بين بدريه احمد، ثبت لي اياها بدريه احمد مع الفنانه العربيه ميرفت امين. انا للوهله الاولى اول ما شفت الصوره على بالي معالي زايد صراحه، بس يعني اللي ادري ان معالي زايد توفت، بعدين ركزت عرفت انها بدريه احمد ام شيبان. يعني شويه ترى على فكره يعني بدرية الدايت يمدحونه، يعني الرجيم ينصحون فيه، يعني خصوصا الإنسان كل ما يتقدم بالعمر يفقد قدرته الجسدية على إنه ينزل وزنه. واعتقد ما شاء الله يعني بدرية يعني ما شاء الله، يعني هذا اللبس مفروض تلبسه واحدة، يعني ما تحكي عن العمر، يلا بتحكي عن ان يعني تكون يعني وفرة اللحم اقل من كذي، هذا في لحم وشحم ووايد اشياء. فيعني يا ريت يا بدرية سوي دايت، والله يمدحونه. الصورة اللي وراها يلا، لا خليك معايا، ايوه اوكي. ليلى عبد الله صراحة تكبر لي اياها. ليلى عبد الله وايد كانت موفقة بلبسها في مهرجان دبي السينمائي، كانت طلة تناسب عمرها، تناسب شخصيتها الوايت سيمبل ناعمة، وإن كانت هي حتى فنانة لبنانية لكن محسوبة أكيد على الخليج، لكن أمانة قد يعني طلة وايد كانت ناعمة من ليلى عبد الله. اللي بعده يا نايف، يلا خليك معايا. رجعنا على بدرية أحمد. بدرية أحمد أنا عندي صراحة اللبس هذا يعني كديزاين أحلى من الهبرة اللي شفناها من شوية، بس يعني تحتاج أيضا دايت. وما أدري هذا كان في أي مهرجان، هذا كنا غرفة. المهم فأمانة اللي عجبتني، سوري اللي عجبتني طلتها صراحة، لما يقولون لك طلة كطلة ملك، هذه أم طلال صراحة لبس أناقة، اختيار ألوان بساطة، يعني بغض النظر عن ستايل أم كلثوم اللي هي مسويته، بس واي واو حلو جميل، يعني صراحة أناقة وبساطة. وأنا صراحة فنانة سعاد عبد الله، أنا يعني طبعا شهادتي فيها مجروحة ومن عدة سنوات، من سنوات طويلة منذ عنفوان الشباب، وهي دائما تلبس في كل مناسبة ما يليق بها، وتختار الألوان اللي تناسبها، وبكل مرحلة عمرية تختار أزياءها اللي تناسب هذا العمر والمكانة. والله محظوظين فيك يا أم طلال، دائما أنت وجودك كعبق المسك. طبعا ميرفت أمين
وايد طلعتها حلوة. أنا تعجبني مرفت أمين فيها شغلة، أنا أحب المرأة عندما تتقدم بالعمر ومع ذلك تحافظ على جمالها، على أناقتها، على معدل السمنة عندها أو الضعف. يا ريت تعلمي يا بدرية. اللي وراها اللي بعده طبعا هي طلت فنان كبيرة سعد عبد الله طبعا مع سوزان نجم الدين. صراحة كانت طلة غير موفقة من سوزان نجم الدين، يعني الصراحة سوزان يعني ترى انت مو رايحة نايت كلاب، رايحة مهرجان، يعني مهرجان دبي السينمائي، يعني نايت، اذا مهرجان السينما يلبس لك كذي عيل بالديسكو وش يلبسون يا سوزان؟ ثاني شيء حط باعتبارك بلدك يعني في أزمة وفي ناس قاعدة تموت وتقتل في سوريا، الله يرفع عن عباد المسلمين يعني هذه الأزمة ويحقن الدماء في سوريا. يعني انت كذي وايد، أوه واو، حسستيني انه وايد انت قلبك على سوريا انفطر. صراحة وايد حزينة بدليل اللحمة واللون. اي صح، انت اكيد زعلانة عشان شي لابسة احمر، بس احمر من كذا ما فيش. يلا خلصوناها طبعا، يلا خلاص خلصنا الصور. سعاد عبد الله هي يعني بطلتها الجميلة رائعة، يعني أناقة طبعا. هذا اللي وياها اختها خبيرة التجميل سلوى السلمان. خلينا نرجع عاد حق مواضيع ثانية. يلا شوية شفنا الناس في دبي، خلينا نشوف عاد مهرجان اللي شغال في دبي. مو بدبي، نقول مهرجان الكويت المسرحي. مهرجان الكويت المسرحي في دورته 15 حاليا. طبعا انا ما اروح لان انا ماخذ موقف من المهرجانات، ما اروح مكان لا ادعى فيه تحت اي مبدأ وتحت اي طائلة. بس انا عموما مهرجان الكويت المسرحي 15 عندي يعني وقفه معاه بتكريم شخصيتين امانه يستحقون التكريم، ويعني واحنا مغمضين يعني شخصيتين وايد قدموا للمجال الفني سواء، وكذلك الكثير من يعني أجيال وراء أجيال في هذا المجال تأثروا فيهم. طبعا على صعيد التمثيل الفنان الكبير الرائع العملاق عبد الحسين عبد الرضا، هو مات يستحق مو التكريم في الكويت فقط ولكن أيضا في الوطن العربي، وكذلك كاتبنا والمحلل السياسي الرائع الكبير عبد الأمير التركي. الله إن شاء الله يشافي الاثنين، إن شوي عندهم معكة صحية، الله يرد إن شاء الله يردهم إلى الساحة ويردون يلعبون ويقدمون أعمال تستحق المشاهدة والرصد والحفظ في تاريخ الأعمال الدرامية مو بس في الكويت، في الخليج كله. هذول يعني الفنانين يعني سواء كان عبد الأمير التركي أو حتى عبد الحسين عبد الرضا، هذا يعني أنا يعني تكريمهم هذول. طبعا تم تكريم أشخاص آخرين، لكن أنا يعني اللي قاعد أركز عليه بما يخص الفن عندي هم فنان كبير عبد الحسين عبد الرضا وعبد الأمير التركي. الله يشاف، بس أنا في سالفة وايد ضحكتني أمانة. أول شيء أنا عجبني ما حطوا التقرير عن الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا والتقرير عن عبد الأمير التركي وتركي. فأحلى شيء لما حطوا الشاشة والمقتطفات من أعمالهم، الجمهور أثناء العرض قاعد يضحكون وكأنهم مو سامعين هذه الإفيهات أو مو شايفين هذا المشهد نهائيا، كأنهم لأول مرة قاعد يطالعون. فضحكوا على كلمة عبد الحسين عبد الرضا في مشهد على هامان يا فرعون لما قاعد يقول حق سعد الفري، ما تقول يعني أنا بعائلتي كلب وأبو الحصاني، قال أنت أحسن اثنين بعائلتك الكلب وأبو الحصاني، والناس قامت تضحك كأن توقع يسمعون الإفيه مع انه صار له كثر. وهذا هني وكذلك عبد الامير التركي لما حطوا له مقطع من حامد الديار لما قال له سعد، لما يقول راكب قطارك حاط بشتك تحت باطك رايح دوامك راد، ما قال له قويه
ودي اصدق بس قوية. الناس قامت تضحك كأن هذا الانسان، هذول البشر اللي يتركون ارث فني حقيقي الناس تتعلم منه ولا تاريخهم لا يمل ابدا. بس انا الصراحة بالنسبة لي كان بلاك كوميدي عندي شخصي، ان لما قرروا ان يعطون الجائزة حق ابو عدنان عبد الحسين عبد الرضا الفنان الكبير عظيم طبعا وجوده خارج البلاد، فطلع قالت الناس صفقوا، لما صفقوا قالوا وسوف يتسلم الجائزة عن حسن السلمان. شفت كذي كنا ناس سحبوا التصفيق، ما حد صفق يعني، يمكن اثنين سووا كذي بس. طبعا لكل مقام مقال، طبعا يعني الناس لما تبون الصالة كلها تصفق على اسم عبد الحسين عبد الرضا بس كان حسن السلمان ما حد يعرف. بس فنشوف مقاطع من تكريم الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا والكاتب الكبير عبد الامير التركي في مهرجان الكويت المسرحي 15. نشوف ونرجع. الأزمة الأساسية في مهرجان الكويت المسرحي الوفاء لمن أعطوا للحركة المسرحية من عرقهم ووقتهم وبذلوا جهودا كبيرة في تطوير الحركة المسرحية وإسعاد الجماهير بعطائهم اللامحدود. نقل الآن مع فيلم قصير يلقي الضوء على كوكبة المميزين المكرمين في مهرجان هذا المهرجان. Thank you.
سلم الجائزة نيابة عن الأستاذ جمال. عن مسلسل طبعا قاعد نعرض هذه الايام، هو مسلسل جديد، هو مسلسل انيس الونيسه، طبعا راح نتكلم عنه بشكل تفصيلي خلال الحلقات القادمه. انا ما اقدر الحين اطلع يعني خلال ثلاث اربع حلقات اقدر اطلع انطباع كامل عن المسلسل، يعني هم مجهود ناس نحتاج وقت عشان يعني نحلل بشكل جيد. اتمنى انه يكون العمل جيد خصوصا انه يضم اسامي وايد، لكن انا قاعد اطالع شغلات مثلا لفتت نظري. طبعا المقدمه مو ماشيه مع شكل يعني المسلسل نهائيا. اول شيء صوت شجون ما له يعني اي اضافه، لان صوتها مبين تعبان متحشرج نشاز. بغض النظر هذا يكون كونه ممثله، لما تقدم عمل درامي يمشي معها الصوت هذا، لكن تغني مقدمة أعتقد أن أي أحد ثاني. أنا أدري شجون غنت المقدمة لاعتبارين، أول شيء عشان تثبت أن هي وفاطمة الصفي واحد، ثانيا أن تبي تثبت حسن النية حق عامر الصباح، خصوصا هي أنا أدري أنها ماخذة عربون من على أساس أن أنيسة الونيسة وذاكرة من ورق، مفروض أنه يتم تصويره خلال الفترة القادمة، حيكون من إخراج علي العلي بعد ما أن كان تولى قيادته بشكل يعني سابقا كان سعد الهواري. عموما في اسامي دشت في اسامي طلعت في ذاكرة من ورق، لكن بالتاكيد ان هذه فرصه يعني تترنح بين يدي شجون، ان ارادت راح تمسك فيها وتطلع من هذه الكبوه اللي هي عايشه فيها بالفتره السابقه. الامور الفنيه عندها وايد تدهورت، فاعتقد ان هذه اخر فرصه عندك تثبتين فيها كفاءتك. انت كف، لكن ارادتك تخذلك، والانسان اراده شجون. ثاني شيء يعني انا قاعد احكي عن المقدمه، وان كان كاتبها الشيخ دعي الخليفه، لكن امانه المقدمه في غايه السوء. صوت نشاز، عندكم كلمات مو ماشيه مع تطابق الاغنيه، حزينه، كلام حزين، يعني اللحن بصوب، كلمات بصوب، شجون بصوب ثالث، إيقاع الأغنية يعني إخراج المقدمة مو ماشي بعد، يعني صاير مونتاج مقدمة كوميدي، اللحن فيه شوية يعني هذا الجو الكوميدي، اللحن الكلام حزين، صوته هي نشاز على نكد، يعني مو ماشي. يعني نبي نعرف هذا شنو هذا شنو يعني الوضع، يعني شنو المسلسل، ابي اعرف يعني المقدمه. مشكله ان ما تكون المقدمه ما تمشي مع اجواء المسلسل، بس اكيد يعني هي نقول يعني اخلاقيا كان كدو حلو من شجون بالنسبه حق صديقتها فاطمة الصفي، وإن كانت ترى على فكرة الشخصية تلوق على شجون أكثر من فاطمة الصفي، لأن فاطمة الصفي هي بالثلاثينات وهي بروح تعترف يعني حتى عن طريق الانستغرام والآخرين، قالت عمرها يمكن 33 سنة، العمر كله إن شاء الله يا فاطمة، بس حق الشخصية كانت تمشي شجون أكثر من فاطمة، لكن قدر الله وما شاء فعل، ويعني في الآخر نقول رزقت فاطمة الصفي مو رزقت شجون، الله مو كاتبها. وإنسان عادي يعني دش، يعني حتى مثلا في مسلسل بيت أبونا دش، كان مفروض اللي يخرج المسلسل عبد الخالق غانم، ريال انكسرت ايده ما قدر يكمل، شالوا استبدلوه بالمخرج المتميز غافل فاضل، خلاص هذا عادي ارزاق، هذا الله مقسمها. لكن الصراحه يعني الاغنيه يعني المقدمه غير موفقه نهائيا، لا لحنا
ولا كلام ولا أداء من شجون. الصوت وايد تعبان، يحتاج مراحل وايد إن تكون حتى كونها ممثلة بتغني في مقدمة تحتاج إلى فترة أطول شوية إن صوتها يكون مرتاح، مبين صوت وايد مجهد. نشوف مقدمة أنيسة ونيسة ونرجع مع مواضيع من نأسف لعدم الإزعاج. في ناس قاعد طالع الشاشة حتموت. بس يلا بعدها بعد أنيسة ونيسة. عاد من زمان ما تحكيت عن كواليس، هالمرة نتحكي عن فنان، نجم شاب كويتي. ما بي أحد يسألني على تويتر والإنستغرام يحط أسامي، أنا قلت كويتي نجم شاب كويتي، يعني أقول كويتي يعني عنده جنسية كويتية، موظف في وزارة الإعلام. قام بالنصب على فتاة إماراتية من إمارة أبوظبي بمبلغ 140,000 درهم، يعني حوالي 11,000 وشوية كويتي. هي يعني وسبحان الله، إيه أول حرف من اسمها عين، وعشان لا تطش وايد في موظفين وزارة الإعلام عشان لا حد يتكهن فيه، هو بعد أول حرف من اسمه عين. رجل أعتقد أنه عنده مشاكل وايد نفسية نسائية، عنده مشكلة مع عنصر النساء، عنده يعني دائما عنده المرأة لازم يعني ياخذ منها أكثر ما يعطيها. طبعا هو دخل على هذه الفتاة الإماراتية من إمارة أبوظبي، طبعا أثناء ما هو كان عنده تصوير في دبي لأحد المسلسلات، قام بإلقاء شباكه عليها تحت مبدأ الحب والعشق والغرام. بعدها لما تأكد أنه هو قدر أنه يسيطر عليها، قام ياخذ أدوار. أنا اكتشفت أنه يمثل في الحياة أكثر ما هو يمثل على الشاشة، ويمكن أعلى جودة. عنده التمثيل 24 ساعة في 24 ساعة، ما في إجازة. يوم أنا علي قضايا حولي لي، ساعديني، أنت مو راح تكون زوجة المستقبل، ساعديني، والبنية تروح وتعطيه تحول له. ترى فكرة تحويلات هني أعتقد يمكن خلال فترة الجاية طلعها. أنا عشان بس اسم البنية ما مو حابة هذا الشيء، لكن نلعب عليها. وعلى فكرة ترى بي كيفول، احذروا، عنده تويتر والإنستغرام وهو مكان لاصطياد المعجبات بفنه وبشكله وبوسامته وبتعضيله وفي أناقته من أجل اصطياد الفتيات اللي عندهم خبرة قليلة في الحياة، ويمكن ما عندهم احتكاك في المجتمع بشكل كافي، يمكن ينتمون إلى أسر نوعا ما محافظة ما يقبلون المرأة تطلع وتدش على كيفها. فيوم أنا محتاج مبلغ، يوم أنا محطوط علي منع سفر، تعالي ساعديني. من ضمن عاد الأشياء بلاك كوميدي لما يا قال لها، من ضمن أكاذيب طبعا، إنه أنا إنه ترى طلع علينا فاتورة طويلة عريضة في بيتنا، لأن شركة الماء والكهرباء بالكويت عطتنا فاتورة كبيرة. شركة يا للهول،
عندنا شركة للماي والكهرباء في الكويت. يا عم الحق، يعني صدق البنية وايد حسيت ان هي غرة. هو مو حكاية ان القانون لا يحمي المغفلين، لا لا لا، هو مو هو هذه مو مغفلة، هذه حبت، والشخص نصاب، ولو هو مو نصاب يرجع الفلوس حق البنية. يعني انا اللي عارفه ان احنا تربينا كذي، الريال ما تصرف عليه مره، الريال مو يصرف عليه، يصرف عليه وعلى اهلها. لكن اللي هذه هواياته هو، ترى للاسف، ترى على فكره يعني انا اللي عارفه عنه انه مو بخيل، لكن هو يمكن عنده مشكله، اكيد في مشكله نفسيه كبيره، ان عشقه نعيش على افا الاخرين. في ناس جي هوايتهم في الحياه ان انا بعيش على افا غيري، فهو يبي يعيش على افا غيره. لو انا اضحك يا له حاله نفسيه، ان شو اسمه ان ضحكني، يقول لي ما تقدر تقول اسمي، اسجنها. ايش دراك البنية، ايش دراك ان انا ممكن احاول ان انا اجيبها الكويت واحط لها محامي، ما شاء الله عندنا بدر باقر ما يقصر، يرفع لها قضية مع التعويض، يطلع لها مبلغ. ولا انا عرفته ان في تهديدات حتى على تصوير ما تصوير واشياء من هالقبيل، يعني هذه بحد ذاتها قادرة ان توقف عملك في وزارة الاعلام، لأن التصوير من غير موافقة يعتبر جناية وليس جنحة. وثاني شيء، قبل ما نتحكى بكل هذا، أنا مثلا لما دزيت البرودكاست عن هذا الموضوع، فيش أشخاص دشوا وتكلموا وقال لي مين من ستر على مسلم، زين ما ستر على مسلم، ولكن وليس من ستر على نصاب، يعني الحرامي إذا تحكينا عن الشرع، الحرام تنقص إيده لأنه أخذ شيء مو حقه. يعني كل شيء لا ليفل، يعني لا شنو، يعني إحنا هل المفروض إن إحنا نحمي النصاب والمحتال؟ لا، المشكلة ودشون عنده كله أدعية، كله أدعية. يعني انت ما تخاف الله يطقك بوحده من خواتك؟ ترى داين تدان، الدنيا فيها حساب قبل النهايه، الله ترى الحساب يطلع بالدنيا قبل الاخره لك حساب ثاني. كل دينار خذيته من غير حق، يعني كلها هي مشكلتها انه صدقت. لو هو شنو كل يوم مثلا بدز امي، بدز اختي تخطبك، والبنية تحاجي لها، طبعا هو وعد بالفور ما راح يصير. واعتقد في شيء في الوظيفة الحكومية اسمه حسن السير والسلوك، يعني مو صالحك، خاف الله عشان الله، يعني ما اعتقد راح تعيش حياتك كلها كذي، اعتقد راح يجيلك عيال بيوم من الايام، راح تتزوج وحده الله يعين، الله يعينها، اكيد امها وابوها داعيين عليها، اوكي، وراح تجيب منك عيال. فبالتالي ربك ان شاء الله بيطقك، والله حيجيب لك بنيه. خلنا نعيش، وعلى قولة عبد الكريم عبد القادر الله يقومه بالسلامه، هذا انت وهذا انا، شوف اذا ما جت لك بنيه والله بيبليك فيها بلا يكسر ظهرك. انا اللي موقفني ان قسم بالله عشان البنيه، ولان انا اعرف اهلنا بالامارات والله ما يستاهلون، ولان لازم الناس تحذر. كل فنان
احنا نتمنى انه يكون حسن الخلق، انسان محترم يقدم ادوار يستفيد منها المجتمع، مو هي ساحة للمرضى النفسيين يعطون شيء وانطباع اخر وهم انطباع ثاني. انا يعجبوني الشخصيات عايشين على افا غيرهم، بس انا راعي مشاريع، انا عندي الشغله الفلانيه، انا عندي شغله الفلانيه. انا اذكر وزاره الاعلام مره بغت توقف راتبه، كان شويه حيموت، حسسني مو هو البزنس مان اللي قاعد يسوي مشاريع، اللي قاعد ياخذ قروض من البنوك الصناعيه. يا راجل خاف والله، عشان الله يخفف عليكم. عموما خلنا نتحكي شوي، نهدي الامور. عندنا اليوم راح ناخذ كما تحكي في مواضيع هم اسخن وسخن. احب اتحكي في كل حلقه عن عمل من الاعمال الجميله اللي صارت في فترات سابقه من تاريخ الدراما الكويتية. طبعا اليوم راح أعرض سهرة تم تصويرها بالثمانينات وهي اسمها سهرة الصفعة، من بطولة الفنانة الكبيرة الرائعة الله يحفظها إن شاء الله سعاد عبد الله، وكان معاها أيضا الفنان الرائع إبراهيم الحربي والراحل الله يرحمه علي المفيدي، والله ينتقم منها زينب الضاحي. يعني فيها يعني في جاسم النبهان، في عبد العزيز الفهد الله يرحمه، في ميعاد عواد، ام عبد الرحمن اليوم صارت واحده من اهم المحاميات في قطر الله يوفقها ان شاء الله. هذا العمل جدا رائع وجميل، وانا اتمنى ان الناس تشوفه. انا راح اعرض منه فقرات، هو الفكره وحتى تناول سعاد عبد الله اللي حذافير الشخصية، خصوصا ان هي بين حقبتين زمنيتين، الكويت القديمة والكويت الحديثة اللي تم تصويرها بالثمانينات. نشوف الصفعة وعندنا مواضيع من اسف بعد الازعاج. يلا نطلع فاصل. حمد، حمد حمد، ما تقول الكسلان سيدي. ما سيدي صبحت على بخير. صبحت الله بخير، وين الحدر وين الورد والسلامة. يا يما يا الهديج، من صر هذا الحين وهذا ما عملتش، ما تغيرت حقي يا هديج. أول ما قعد منه أشوف بعيونك نظرة حب وحنان للطفل الصغير، اللي الظاهر عمره ما راح يكبر. ما يكبر يا حمد، لأن ممكن أختلف عن أي أم ثانية. أنا أحس إن الأم شيء ثاني. شلون بلا شيء ثاني شلون؟ ما أدري، أحسك مثل الجنين اللي يعيش بداخلي. لا عاد هذا جديد، أول مرة أسبح منك. لأنك عمرك ما انفصلت عني يا حمد، حاسم بك دائما معاي قطعة مني. ما قوم قبل يتحول كلامك إلى شعر لا وقافية بعد، أقول حسين. ما قدرت ابتسامته تخفي اللي يدور بداخله من قلق. عشان كذي قررت أروح للمستشفى كالعادة، حتى لو بعيد عودني في كل عملية أزور المستشفى. ما أدري، أحس بطمئنان أكثر لما أكون قريبة منه، لأن علاقتي فيه علاقة صداقة أكثر منها أمومة. طول عمره لاصق فيني كأنه جزء مني. تعالي تعالي، نسيت الملح كله. انت ما تاخذ اغراضك وتمشي؟
خذ أغراضك وامشي المسبه ولا تنسى تسلم على الوالد انه اخذه وتقول له لا ينسى الغرض اللي طلبته منه. اي ابشر حاضر. الملح طالع شو تخزني؟ ما قالت خزتك خلاص خلاص تعوري من الشيطان. وانت يا بنيتي يا بوك انا ريال ماني بصاحي كلامك انت وياها هذه حسبات اختك. ما يبا ما هي اختي سمعت شفت شلون؟ يلا يلا قومي غسلي هدوم روحي روحي عسى يغسلونك من قبل. ما احاكيها ولا رد حشمتها علشان ابوي الله قلت تحاكيني الحين لا تربطينها وليش ولد الحلال يفكش من صيفها الحية الرقصة هذه؟ ولد الحلال؟ ايه ولا ما تدري ولا لو انت رفيشتي الجنان تحن انا متغيرة منك الا ما تدري اللي قال عنك. اني انا؟ شو يقولون؟ وهي سلم سمعت اخوي يقول ان اي شاب بالفريج يتمنى يزوج عائشة وقعد يقول هالكلام السمع هذا ملح ورزانة يلا يا معودة فكينا تزوجي خلينا نشوف طريقنا حنا بعد قنيمة هل القشمرة من دون شيء قاعد تقشمر سيتين اسمك ما تشمل على لسانه حالك حالة فهد فهد من دون وخذة يا عائشة فهد؟ ايه اشوف من الطارية طلعت الكشرة لا لأن واحدة مثلي وما أقول واحدة مثل فهد ولد عائلة وأصيل وغني بطلع اللي يبينه أي نفسه تبغي واللي نبيه أي البخت لا يجيب. هذه كانت يعني سارة الصفعة عليهم يعني أول زواج كذي هذا المشهد يعني واو قمة بالإباحية شيء. يلا خلنا نتحكي عاد عن شيء يعني يمكن الناس وايد كلموني عنه خلال حوالي شهرين وهو موضوع سماح غندور ومصعب الفريجاوي. طبعا احنا اليوم نحب نقول لهم يعني مبروك على هالزواجة يعني والله يثبتكم. لكن هو مو هذا السؤال. يعني احنا اليوم اكتشفنا من امس لليوم نازلة هم منزلين وثيقة زواجهم وكانت في تاريخ 17 نوفمبر. انزين يعني احنا ما يحق لنا نتحكى بالشيء الخاص الا بعد ما يطلع للعلن. واعتقد ان مصعب انت مع سماح غندور إلى جانب زوجتك دانا أمضاري يعني ثلاث أكاونتات يعني ما شاء الله يعني اللي صار أعتقد ما كان حلو لا بحقكم ولا بحق الآخرين نهائيا. يعني هي قاعد تنزل صور سماح قاعد تنزل صور أنت قاعد تنزل صور احنا مو ضد انك تتزوج يعني واحدة ثانية وثالثة هاي شيء راجع لك خاص فيك لكن انت
يعني الصور والكلام اللي انت نزلته مع سماح غندور ومضاري اللي هي زوجتك دانا اعتقد يعني ما كان حلو نهائيا. هي قاعدة تحسب وانت ومن الصوب الثاني يعني قاعد تنزلون صور وشو والناس قاعد تتكلم والناس حتى في تعطيتوا مجال ان الناس تتجرأ عليكم. يعني انا كبتشر الكثير من ردود يعني عندك وعند يعني الناس يعني دزولي، لكن انا امانة مو ضايفتك، وانا على تويتر امانة مسويت لك بلوك من زمان مو شيء جديد، لان انت الاشياء اللي تتكلم فيها انا ما يهمني صراحة، ان انا اقعد وتابعها وهذا حقي، يعني ان انا مسويت لك بلوك فانا مو قاعد يوصلني. حتى سالفة اليوم لما انت دزيت لي تغريدة، في ناس طبعا صوروها دزوا لي اياها، يعني سالفة ايه داز لي يقول لي الرجاء من اختي مي العيدان عدم التطرق لحياتي الخاصة لا من قريب ولا من بعيد في القناة، كلامي تحذير لعدم وقوع الوقوع بالغلط وشكرا لك. انت يعني انت حياتك انت اللي منزل وثيقة زواجك، ما حد سحبها، ما حد باقها من مكتبك وطلعها في الانستغرام، هني اسمه تعدي على خصوصيتك، لكن انت طلعت وطلع انه من 17 نوفمبر انه تم الزواج. بالعكس نفرح لكم ان انتم تتزوجون، يعني انا اعتقد ان انسان يتزوج عسرته سنة الله ورسوله، ومبين الوثيقة تم كتابتها في القاهرة، يعني مكتوب حتى المؤخر بالجنيه نازل وكل شيء. يعني انتوا سويتوا شو غريب صراحة، يعني خليتوا الناس تظن فيكم السوء، وكانت افضل كلمة تقال مبروك والله يهني سعيد وسعيدة وحلة ولقيت غطاها، ويعني في الآخر إن شخصيات قاعدة ترتبط على يعني سنة الله ورسوله، لكن أنت يعني أنت اللي فتحت، يعني وليش تأجيل من 17 نوفمبر ولما قبلها يومين وهي نزلت الفيديو أنس سماح غندور إن لما قالت أنا موافقة على الزواج نزلت أمس، وقبلها أنا سنجل وفي ناس تتلصق فيني وما أدري شنو، يلا وافقي ترى كلام الناس ما يرحم. إذا كلام الناس ما يرحم يا مصعب، أعتقد أنت اللي خليته ما يرحم. أنت 17 يبو إحنا تزوجنا سام عليك وته، هذا الشو عشان شنو؟ قيل وقال، ويعني الواحد يتمنى انتوا اللي طلعتوا مواضيعكم من بين الادراج حطيتوها في السوشيال ميديا، ما حد يقتحم الخصوصية ان الانسان يدش مكان خاص مغلق، انت فتحته وشرعت وتكلمته وشو مني ومني ومني ومني، والموضوع كله على بعضه يخلص بدقيقتين. وبالعكس يعني احنا بنفرح لكم ونتمنى ان حتى مواضيعك يعني حتى مع مضاري تنتهي في الاخر، هذه اول وتالي ام عيالك، فنتمنى انه يكون في صلح. يعني احنا قاعد نشوف عندها بالاكاونت، وقاعده اشوف عندك، وقاعده اشوف عند سماح غندور، وقاعد يدزولي تو يعني اكثر من ربع مليون شافوا هالشو، كان ربع مليون هذا 250 الف متابع كان يا قال مبروك والله يهني سعيد وبسعيده، كل واحد حر، كل واحد يدفع فاتورته ان كان اختياره جيد او اختياره سيء فهو يدفع فاتورته، وكان الموضوع كله يتم اختصاره بعيدها عن هذا الكلام. وبعض الصور اللي انتم نزلتوها في الاكاونت من عندكم لما كنتوا بالقاهرة، هي حاطة ريلها على ريلك وتقعد تطلعون فيلم 365 يوم،
منو يعني منو كان معاكم بالغرفه؟ انتم مصورين، انتم منزلين، بعدين تقولون الناس قاعد تقتحم خصوصيتك. انا خصوصيتي مسكره عليها، لما اطلع اتكلم فيها ما اقول حق الناس ليش تكلموا. حتى الصوره اللي قاعد انزلها اليوم، القانون يعتبر الانستغرام وتويتر سوشيال ميديا، هذه الميديا الجديده. الحين تنزل هذا الشو، الناس في السعوديه في كل بلاد العالم شافت، في الكويت، في 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 كان موضوع. دام انتو تزوجتوا مكتوب الوثيقه من 17 نوفمبر، حطوا لي الفيديو الثام انا قاعد اتكلم، بس حطوا لي عرضه وبعدين راح ارد اتكلم انا بروحي. طبعا هذا مكتوب، انا بنت كويتيه كلمتني، مهم اتفقت ان اتزوج، انا وايد عايب على الكويتيات ما شنو الحكي. هذه الصوره طبعا نزلوها في مصر يعني، وان هم هي كاتبه انا مع حبيبي في قاعد طالع 365 يوم. شغل الصوت مال. السلام عليكم. بما انك طلبتني للزواج، سواء زواج رسمي او زواج مغفر، احب اقول لك ان انا موافقة. شكرا. استاذ مصعب الفلتشاوي، السلام عليكم. بما انك طلبتني للزواج، سواء زواج رسمي او زواج مغفر، احب اقول لك ان انا موافقة. شكرا. استاذ مصعب الفلتشاوي، السلام عليكم. بما انك طلبتني للزواج، سواء زواج رسمي او زواج مغفر، احب اقول لك ان انا موافقة. شكرا. هذا طبعا عقد الزواج هم نزلوه، كان مصعب الفلتشاوي يعني. واعتقد حتى كلامها لما تقول يعني زواج رسمي او زواج مخفر، كل هذا الفيديوهات هل لا تعتبر شيء خاص؟ ما اعتقد في شيء خاص طبعا. وهذا اكاونت دانا زوجة مضاري، زوجة مصعب الفلتشاوي، يعني كاتبة وقاعد تسوي وقاعد تكتب، تقول هذه كانت حياتي الزوجية. طبعا هاي صورتها مضاري دانا، وان هذه حياتها قبل ما غندور الدش حياتها، و يعني وحاطة صورة ولدها وحاطة صورة سماح، وقايلها ان ولدها من يوم ما انولد لما الحين ابوه ما شافه. كل هذا خصوصية. وهذا ورقة هاي نزلتها دانا أمضاري أيضا عندها بالإنستغرام، تثبت إن إيه إلى هذه اللحظة زوجة حق مصعب الفلتشاوي، وإن هذه ورقة كنا وهي كاتبت له تقول أنا مو هامني إن أنت سنجل، أنا مو باقي عليك، ونتمنى إن الأمور تنحل يعني بعيد عن الشو هذا اللي الناس قاعد تشوفه شمال ويمين. يعني أنتوا طلعتوه من الأدراج حطيتوه على شاشات الانستغرام وتويتر والحكي، وهذا يعني السالفة وايد اوفر اوفر. وثاني شيء، انت نسمع انت دزيت وكل، انا عندي تحفظ على شغلة عاد في رسالتك الي على تويتر، لما كتبت لي ان اختي مي العيدان، اوكي اسمح لي اقول لك بضاري اسمح لي، انا ما اقبل ان انت تقول لي اختي الاخت مي العيدان او اختي مي العيدان، لان انا اختار من يكون لي اخو في هذه الدنيا مو الاخرين. تقدر تقول لي في القاب، ممكن تقول انت تقول لي استاذه مي وانا اقول لك استاذ مصعب، او لما تكلمني اذا من تحكي تقدر تقول والله مدام مي، وانا اقول لك والله يا محقق مصعب فلتشاوي. لكن اختي انا ما اقبلها، انا اختار منو اللي
أعطيهم أخوتي وأقرر أن يكونون أخوة حقي في هذه الحياة. وطبعا أنت مو منهم وهذا حقي واختياري الشخصي وأنا حرة في هذا الشيء. لي حق القبول والرفض. فأنا أرفض كلمة أختي نهائيا. عموما احنا الحين بنتحكي عن مسلسل قطري اسمه حب ولكن. حب ولكن طبعا احنا كتبته إيمان سليطي وقام على إخراجه علي العلي، وفيه كان نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم طبعا خالد أمين، فاطمة عبد الرحيم، لطيفة المجرن، هدية سعيد، في زهر الخرجي، شيلاء سبت، محمد رمضان، في نخبة كبيرة من الفنانين. في منهم الذي أصاب ومنهم الذي لم يصيب. طبعا يعني اللي تميزوا في هذا العمل أمانة خالد أمين قدم دور بقدرات رائعة، رغم أن في تحولات كثيرة النص ومتعب. وأمانة يعني احنا ينضاف إلى أسامي الكاتبات الكويتية، يعني مو الكويتيات، خليجيات، إيمان سليطي تنضاف، لأن أمانة مبينها عندها فكر وعندها روح وخفة دم جميلة. نتمنى أن يعني اسم ينضاف للدراما القطرية والخليجية، نتمنى أنها تتواجد مرة ثانية في أعمال أخرى. صحيح في بعض الهفوات، لكن إحنا أمام موهبة جيدة. طبعا في ناس نجحوا، طبعا نفس خالد أمين، فاطمة عبد الرحيم يعني أمانة قدمت دور مبهر بين خفة الدم والاجتماعي والشخصية الشرية. طبعا هي مع خالد أمين المفروض الأشرار اللي في المسلسل اللي قاعدين يلعبون في شخصيات اللي حولهم من سرقة ونهب واحتيال إلى يجور عليهم الزمان ويسرون نفس ما ظلموا ينظلمون. يا الله يدز لهم. طبعا هدية سعيد أمانة قدمت دور بمنتهى الحرفية، بمنتهى الإبداع، بخفة الدم بالأبعاد، وخصوصا إن إيه المرأة الكبيرة المسنة التي تحمل جميع أسرار هذول الأسر وتحتفظ فيهم وعارفة الخيوط كاملة وتعرف أسرار ما يعرفونهم هم نفسهم. فطبعا في ناس لم يوفقوا، نفس إبراهيم الحساوي. إبراهيم الحساوي الصراحة لا لك كان موفق، لا أداء كان موفق، يعني خطة، يعني أي واحد بقدرات أقل من إبراهيم الحساوي ممكن يأدي، بس هو يظهر أنه في موضوع سلف ودين وبينه وبين المخرج البحريني علي العلي، فهو يظهر لأنه هو قدمه بشكل وايد ناجح في مسلسل شوية أمل، ومو من هنا كانت انطلاقته الفنية الكبيرة في الخليج، بس لم يوفق. في البداية صلاح الملا كان خطه وايد رتمه ضعيف، يعني هو رتمه الحقيقي وبعد الشخصية تبتدي من يرد من الهروب إلى البيت عشان يصلح ما أفسده غيابه. في ناس انعطالها أدوار ما عرفت يعني تاخذ مساحته بشكل صحيح. شيلاء سبت مبين خايفة من الحصان، يعني مفروض انك اخذ تدريب اكبر من كذي قبل ما انك تاخذ دور بهالبعد، خصوصا ان وزنها وايد خفيف تحتاج تدريبات مكثفة. بس امانة يعني هي محتاجة. بس عموما يعني انا شفت شيلاء مع علي العلي في حب ولكن افضل من ما شفتها في حب الأربعين. ما في توجيه حب الأربعين، بيب في علي العلي على الأقل قاع يعني كانت عنده وايد أفضل من حب في الأربعين. كذلك دانا قدمت دور اللي هي عايشة اللي تبوق خالد أمين من فاطمة عبد الرحيم، وهي صديقتها الروح بالروح، وبعدين يضربها عرض الحائط. زهر الخرجي طبعا لا نقاش مبدعة، هي تعطي أبعاد وايد جميلة زهرة.
بس أيضا تحتاج إلى مخرج يوجه. وأمانة كان هذا واضح في حب ولكن من الإخراج، وخاصة حتى استخدام يعني الموسيقى التصويرية كان وايد موفق. كذلك في شخصيات يعني عدت منها، يعني مثل اللي ماخذة زوجة دور صلاح الملا يعني ما كانت موفقة عندها دور، وخصوصا في خيوط ما كانت واضحة، يعني هم لمحوا كأنه في علاقة كانت محرمة بين أخوه اللي هو خالد أمين وزوجة صلاح الملا في المسلسل، يعني وخصوصا خالد أمين وصلاح الملا طاعين إخوان. بعدين كذا حلقة يلا وضحوا إنه لا، إن هم تلاعبوا ماليا بما يملك في فترة غيابه، بس عطوا إيحاء مو حلو. في أشياء يعني ما كانت واضحة وايد في المسلسل، لكن أكيد تجربة يعني بجميع الأحوال أعتقد أن هي مكسب للدراما القطرية. إن شاء الله بالفترة الجاية إيمان سليطي تقدم عمل أفضل من هذا، يعني تعدي من الهفوات اللي عدت منها في هذا العمل، وهي أعتقد كسبت أنه على الأقل يعني علي العلي مخرج بروفيشنال، هذا شيء أكيد. نشوف مقاطع من حب ولكن ونرجع مع مواضيع من أسف دم الزواج. طبعا من أجمل الحلقات طبعا شفتها رغم من حزنها في برنامج صبايا الخير اللي يبث على قناة النهار المصرية، حلقة عن الطفلة زينة. الطفلة زينة هاي طبعا طفلة ما تتجاوز 4 سنوات، يعني تعرضت لجريمة بشعة في مصر، ان البواب مع جارهم المراهق اللي قدامهم تعرضوا لعملية اغتصاب ومن ثم ذبحوها، يعني بنية 4 سنوات. يعني مهما كانوا الشخصيات هذول شاذة او غير يعني مو طبيعيين، ان يقيمون يعني جريمة من هذا النوع في طفلة لم تتعد 4 سنوات نهائيا، يعني اغتصابها بطريقة بشعة. وطبعا هذه جرائم قاعد تصير مو بس في مصر، هذا حتى في فترة من الفترات صارت في الكويت، يعني بالذات يعني حق اللي عنده ذاكرة، يعني بالذات نفس يعني قضية الله يرحمها ويغمد روحها لينا آمنة، الطفلة آمنة واللي تم اغتصابها من قبل 3، وتم أيام أذكر كان أياميها كان أيضا كان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وتم الحكم عليهم بالقصاص وتم إعدامهم، كانت جريمة بشعة طبعا. ومن بعدها آمنة كانت كويتية، ومن ثم صارت أيضا قضية في فترة من فترات عن كريمة، كانت كريمة طفلة من أب باكستاني وتم أيضا اغتصابها وقتلها. هذا في كل زمان وفي كل مكان يطلعون بعض المختلين عقليا اللي ما عندهم وازع لا ديني ولا أخلاقي ولا إنساني، ما مجردين أساسا، أنا أعتبرهم من الإنسانية، وإنه يقوم يعني يقيمون مثل هذه الجرائم في حق أطفال بهذا الشكل المريع. يعني إحنا لما نقعد نسمع أو نقعد نقرأ التفاصيل مثل الجريمة نخاف، يعني وتلوع جبنا ونحس إن إيش كثر السالفة مقززة وشنو المتعة فيها نهائيا، يعني فما بالك عاد بأهلها ومشاعرهم، إن مو بس تم انتهاك عرض الطفلة، إن لا إن نحر وتعذيب وإن انحرموا من وجودها بينهم. ويمكن هذا حتى رحمة إن الله يمكن أو عزلهم حتى بالقتل عشان هالطفلة ما تتعقد باقي حياتها وتنتهي، يمكن الله شايل لها شيء أحسن عنده، ما ندري. الله يسبب الأسباب عشان الإنسان يروح مكان أفضل. لكن ويظلون يعني الأطفال أكيد إن شاء الله يعني هي طير من طيور الجنة بإذن واحد أحد. نشوف حلقة صبايا الخير حق الطفلة آمنة، مو آمنة، زينة، ونرجع مع مواضيع من نأسف لعدم الإزعاج. على فكرة أنا قبل فترة نزلت صور قتلت آمنة في عندي بالإنستغرام، في ناس دشت، في ناس يعني ما كانوا عايشينها ذيك اللحظة، في ناس وفي ناس قالوا المي يعني خلاص هم خذوا قصاصهم
لكن أنا واثقة إن أمها لما الحين الغصة بقلبها. الأم ما تنسى ظناها أبد، ينسى الصافع وما ينسى المصفوع أبدا. نشوف صباح الخير ونرجع مع مواضيع من أسفة المساج. الله يصبر قلبها لها. الحين نتحكى عن ريد كاربت، طبعا بتحكى تحديدا عن حلقة خالد أمين. خالد أمين الحاج أمانة يعني هو ترى كان جيد في الحلقة، مو يعني المذيع العراقي صالح راشد، لأن نهائيا يعني هو حتى يعني فشل في استفزازه، فقال حتى خالد أمين قال ما راح تستفزني، أنت تبي تستفزني بس أنا لا ما راح أعطيك فوق. طبعا خالد لأنه رجل قاعد يدرس في المعهد، مو أنت اللي يعني شنو خبرتك الإعلامية يعني. صالح غير رأيكم شباب، يعني إن أنت تقدر تستفز شخصية يعني أعتقد أنه تجاوز 20 عاما من تمثيل يعني خالد أمين. لكن يمكن في أشياء هو قال، في يمكن عند بعض الناس هي عبد السلام أنجم من سعاد عبد الله، وهذا أنا غير متفقة مع خالد أمين نهائيا. هذا تينيجرز المراهقين هذا، لكن إنسان لما يبحث عن إنسان ذو ثقل وتجربة وتلون وعطاء وتأثير بالآخرين من خلال دراما قدرت أنها تقتحم البيوت وتعلم الكبار والصغار، وهذا يعني طبعا سعاد عبد الله يعني هي عبد السلام في عمرها وزمانها ومكانها الصحيح تكون أنجم من أخريات، ولكن ما تكون أنجم من سعاد عبد الله أو مثلا أسامي نفس حياة الفهد أو مريم الصالح. أو أنا أختلف معاك في هذه وجهة النظر. طبعا صالح راشد أنا بتحكي يعني في موضوع أنت عندك مشكلة كبيرة أنت مع أستاذة أوراد أحمد أو بن قوسين فاطمة الزعابي، أوكي يعني أنتوا قاعد بالذات في حلقات قاعد تأخذون من نأسف عدم الإزعاج كثير من الأشياء، وإحنا ترى على فكرة يحق لنا التقاضي حسب قانون النشر. النشر شنو قانونه؟ قانونه أنت لما تأخذ مادة من وين جبتها؟ هذا الشيء وين من وين مأخوذ؟ يعني مثلا في حلقة خالد أمينة ما قلت أنت راح تقدم شخصية مقاتل في داعش، يقول هو أنا إنسان الناس لازم تتحرى الدقة، وإن النص لما الآن يكتب طبعا هو النص الآن يكتب، بس لازم أيضا تعترف خالد أمين إن أنت في مسلسل اللي قاعد يكتبه الحين محمد حسن أحمد، أعتقد إن أنت اللي مقترح هذه الشخصية، وأنت تبي تسوي شخصية مقاتل في داعش أو أنا أعتبره إرهابي في داعش، لأن اللي في سوريا مو مجاهدين مقاتلين أو إن إرهابيين قاعدين يعني يون على أرواح الناس. فأعتقد إن أنا معلومتي دقيقة، وياريت نفس ما أنا أذكر أنت ياريت تقدرون إن تمتلكون نفس شجاعتي تقولون الاسم، وبالذات أنت صالح راشد يعني أنت قاعد تأخذ أشياء أشكرة من البرنامج، وأنا من حقي التقاضي يعني قانون النشر إن لازم تذكر نفس ما أنت حضرتك ماسك الآيباد وقاعد تقول قولوا لي موسوعة ويكيبيديا أوكي وقاعد تحكى الجيد، لازم تذكر الموضوع كذلك سويته في مع باسمة حمادة كذلك ما شنو. فإن شاء الله إذا يعني إذا استمر الموضوع على هذه الطريقة أنا من حقي أنا والقناة إن نقدم اتجاه قضية إن أنت استوليت على أشياء من البرنامج وإن أنت ما ذكرت المصدر غير كذي يعتبر تعدي، وأراهنك لو إن أنت خذيت إن هذا أي مصدر ثاني، وبالذات تبحث مع عمادة أنت ماخذ لها صورتها من برنامج عندي يعني ما في برنامجي ديكوري أوكي يس يس. وحكاية يوم حلقة يعقوب عبد الله
يعني حسستني ان الحلقه كامله مو من انتاج الراي بل برعايه ام عثمان سيده فجر السعيد. يعني كل كلمه والثانيه فجر السعيد فجر السعيد فجر السعيد فجر السعيد, السعيد. يبا المواضيع هذه خلصت. يعني يعقوب عبد الله اليوم قاعد يدش سكوب وقدم بدال البر يعني الحلقه حلقات استضافه. فيعني بس نظام عشان اوريكم ان في ناس هي تصطاد في الماي العكر اشطر مني. انا على الاقل اثنين اذا الاثنين خلاص ثبت ما بينهم الامور ما ادش معاهم مره ثانيه. لكن هو قاعد فجر السعيد اجرك ما ادري شنو فجر السعيد فجر السعيد فجر السعيد فجر السعيد. تعبتك فجر السعيد صالح راشد؟ والله يعني حسيت نواد يعني ما شاء الله. يعني حلقه يعقوب عبد الله كانت برعايه فجر السعيد. يعني اعتقد شوفوا لكم شيء ثاني تقدرون تسوون فيه ساسبنس يكون جيد ما يكون ساسبنس تشيب. في الاعلام كل شيء في A B C والسي تشيب. يعني الى جانب ان انت اعدادكم كلها قلت تعبنا واحنا نقول حج جوجل ما ادري اوراد احمد فاطمه الزعابي ان هي شنو وظيفتها بس اسحب واعطيك وانت ماسك هناك الايباد واهم شيء ان تاكلون سوشي وما شنو وان الماسات لدعي والما ادري شنو كيت 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 ماكشي. والبرنامج تعبنا واحنا قلنا هو ميكس مسروق ونزلنا انا في حلقات سابقه الكوبي والاصل مال هو اساسا كوبي بيست مسروق او مقتبس او ماخوذ ميكس بين انا والعسل حق نيشان ولا تحلم ايضا حق نيشان. في جديد عايزين نعرف ايه الجديد. ويلا انا اعتقد يعني هي هذه الفترات يعني حديد سهل ما راح تاخذ وايد مجهود. بس اذا انت انسان يعني يعني امين تذكر مصادرك. بس انت مقهور من يوم صالح راشد من يوم ما كان لقائك ويا حبيبه هني كان في سكوب وقطيت ما شاء الله وايد تحترم الميديا قطيت الميكروفون وطلعت. ليش انت زعلت ان حبيبه المتصلين كانوا يبني هذا الناس وما تهوى وما ترغب. فما نقدر نفرض على الناس والله دقوا عشان صالح راشد حبيبه. الناس تبي حبيبه كيف انت عندك مشكله كبيره وقطيتها. يعني انا تحت اي مبدا شنو خلافي ما عجبني الشيء الفلاني انتظر اخلص الحلقه احترم المايك اللي انا حاطين لي اياه اخلص بعدين اقول بليز انا مره ثانيه لا مو راغبه ان يتم استضافتي في هذا المكان لان انتم ما تعطوني حقي هذا حق. نفس اليوم في صحفي انا لا اعرفه ولا يعرفني داز لي مسج مي شوفوا عبقريه الصحفي هذا. انت بتسوين الليله برامج عن فلان برامج الليله بسوي برامج يعني وايد كده برامج لا مو يعني شوف هذول ما ادري شلون يمسكون قلم ويكتبون. اذا الليله بتسوين برامج عن فلان كما عندي برامج حق احد انا اسوي برامج حق فلان. انتوا شلون تكتبون ابي اعرف. يعني الانسان اللي يستوعب والله يقول انت اليوم في برنامجك راح تتكلمين عن فلان او فلانه هذا المنطق الصحيح. لكن حكيت بتسوين برامج عن فلان برامج يعني شنو سكوب اليوم تعطيني اليوم مفتوح يعني اسوي وايد برامج عشان واحد
يعني وثاني شيء أنت بني آدم ما أعرفك، هل تعتقد أن أنا أثق فيك؟ يعني إيش هالجسارة إيش هالعقلية؟ بس ما أكيد بتسوين برامج حق فلان، أكيد متوقع كل شيء يعني. يلا يلا يلا. وصالح راشد شوف لك مادة بعيدة عن برنامجي وبعيد عن فجر السعيد، يعني يكون وايد أفضل. فاني مدام أنت قاعد تشوف إن قاعد تي ردة فعل مو جيدة باتجاهك، وأنا أعتقد حقي إذا في، يعني أنا عندي إثباتاتي على كذا حلقة أنت ماخذ مادة من عندي، ومبين إن أنا عندي حسب قانون النشر أنا بث حلقتي قبل حلقتك بشهور، فأشكر أنت ماخذيني وهذا المكان. أوكي أوكي أتمنى حطوا ريد كاربت ونرجع مع مواضيع من أسف عدم الإزعاج. ونرجع مع مواضيع من أسف عدم الإزعاج. على طاري عندما قاعد حكي خادمين، قاعد حكي عن إن في ناس لازم تتحرى الدقة، هذا أنا شيء أقوله حق الفنان فيصل راشد. وصلني إن قايل حق بعض الأشخاص إن أنا تهجمت على حياته الشخصية أو إن على شكله، أنا ما أسويها أساسا نهائيا. أنا هذا اللي يعيبون على الأشكال هذول، مو أشكال يعني تلاقيهم بالإنستغرام بتويتر يا هال تينيجرز، لكن إحنا ندري إن الخلقة خلقة رب العالمين، فمستحيل إن أنا عندي، أنا ممكن أختلف في وجهات فنية، ممكن بآراء غنائية ممكن، لكن أشكال. ثاني شيء عائلتك أنا ما أنت أو غيرك ما تدخل، بخصوص إلا في حالات تصير إن في أشخاص يعني نفس اللي ذكرناهم يمكن في أول الحلقة، هم معرضين صاحبين حياتهم الشخصية حاطينها على إنستغرام تويتر تحت الإضاءة، لكن من هم مستورين في بيوتهم، يعني عائلات فنانين سواء أنت فيصل راشد غيرك منو كان صغيرا أو كبيرا مالي شغل في حياته، مدام هذه أشياء خاصة فيه وما حطها تحت الأضواء، فأنا ما يشغل. فيا ريت أيضا أنت بعد فيصل راشد إن أنت تتحرى الدقة. أنا سالفة الشكل لا أنت ولا غيرك، أنا أتحكى عن الأشكال كلها خلقة رب العالمين، ودائما إحنا نقول خلقة الله حلوة دائما. هاي تصرفات الأطفال هم هذول القديمين أخلاق، و تلاقيهم وايد متسكعين في تويتر وإنستغرام، لكن سؤال فينا أنا أطلع أتحجى في ناس مستورين في البيت عائلات فنانين؟ كنت سويتها وتحجيت عن غيرهم وايد، يعني إذا هذه هي طباع. لكن أنا العائلات نفس ما أنا أرفض أن أحد يقتحم حياتي، أنا مو معرضتها تحت الإضاءة، فأنا أيضا أنت أو ألف كاف لام نون أيهم من الفنانين. فأتمنى أن تتحرى الدقة باللي وصل لك. وايد ناس مرات عنده وكالات يقولون، لكن حقيقة وين هيبة؟ أنا ما أتكلم بأشكال خلق الله. خلنا نتحكى بس عن شغلة، بس دام إحنا قاعد نتحكى أنه في تاريخ 16 راح تكون في احتفالات لدولة البحرين الشقيقة. طبعا في هناك حفل سوف يقام طبعا بغناء النجم الإماراتي الرائع والعربي حسين الجسمي ومعه حنان رضا، وأعتقد أنه راح يكون في تاريخ 16 ديسمبر. نتمنى أنه يكون حفل جدا جميل ورائع، وأكيد بصوت وسحر حسين جسمي. أتمنى يعني أن الكل يفرح ويستانس. دولة البحرين دولة جميلة ورائعة، سواء حكما وشعبا وحتى أرضا، دولة دائما تجلب لنا الفرح ونلاقي راحتنا فيها. وعسى إن شاء الله دائما دول الخليج في أمان وحب وسكينة دائما. تصبحون على خير، وأحب أشكر صالون أرت ستايل على الميكب اليوم والشعر. أقول لكم نلتقي في حلقات قادمة من نأسف لعدم الإزعاج. تصبحون على خير.